السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما اتكلم في موضوع حلقة النهاردة، انا بعمل فيديوهات في القناة وبتكلم عن افلام ومسلسلات ومش بلاقي اي نتيجة خالص في اللي انا بعمله، بس بحاول على قد ما اقدر انزل فيديوهات وما يقسش. فارجو انك بس تكمل الفيديو للاخر وتساعدني ان القناة تستمر، عشان الواحد حاسس باحباط كبير جدا. انا ما بحبش اقول الكلام ده في اي حاجة، بس لان الموضوع بقى مزعج جدا لدرجة بقالي سنتين بشتغل على اليوتيوب وحرفيا مش عارف اجيب 1000 مشترك لحد دلوقتي. فارجو انك بس تكمل الفيديو للاخر ونخش في الفيديو. امشي في اتجاه خوفك يا رفعت. مسلسل ما وراء الطبيعة أخيرا نزل، مسلسل من إنتاج نتفليكس، أول مسلسل مصري من إنتاج نتفليكس، والمسلسل قايم على رواية الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه. الروايات عظيمة جدا، أنت لو قريتها فأنت أكيد عارف، وأكيد كنت مستني تشوف المسلسل أو اللي أنت قريته ده بيتحول لعمل، وتشوف دكتور رفعت إسماعيل قدامك بتجسد قدامك، بتشوفه بيتكلم ويقول الكلام بتاعه وبيكلم نفسه في سره ويقول الكلام الساخر اللي بيقوله ساعات كتير على نفسه أو على الناس اللي قدامه. فكنت مستني كنت تشوف كل ده في المسلسل، وأخيرا المسلسل اتعمل. وخليني اقول لك كده في البدايه، المسلسل كبدايه مصريه لمسلسل نتفليكس مش وحش، تمام، بس برضو مش الكامل قوي، او يعني المسلسل المظبوط 100%، لا فيه برضو شويه حاجات تضايق، وفي شويه حاجات حلوه. المسلسل مجملا حلو، حلو جدا وعظيم، شويه حاجات بقى لو انت قاري الروايه وشويه حاجات كده تقنيه، تمام. فخلينا نتكلم على السلبيات الاول وبعد كده نتكلم في الايجابيات. السلبيات اللي في المسلسل طبعا السي جي اي سيء جدا، سيء جدا جدا. يعني في مثلا الحلقة الثالثة في السي جي اي فيها اللي هي بتاعت حارس الكهف، حارس الكهف اولا ده مش مكانه، يعني شخصية حارس الكهف في الكتب ما كانتش كده، تمام، ما كانتش كده. والشخصية اللي انتوا جبتوها تعمل حارس الكهف في المسلسل، وجودها في مكان صحراء زي ده غير منطقي، تمام. وهقول ده فقرة بتاعت الحلقة، تمام، ده اول حاجة. الحلقة الخامسة الشخصية اللي هي الجاثوم دي، انا مش هحرق لك اسمها الجاثوم، وانت او كنت تكون عارف معنى الجاثوم. الفكرة ان شخصية الجاثوم ذات نفسها اللي في المسلسل دي اللي جابوها تحس كده العرايس، عارف العرايس اللي بيحرقوها بخيوط دي، حرفيا بالظبط كده دي شخصية الجاثوم بالنسبة لي في المسلسل، كان شكلها كده، حسيتها العروسة محرقينها وبتجري وراء، بس مفيش فيها اي شيء واقعي، مش تحسوش شخص مثلا لابس العباية او كده، لا حرفيا عروسة بتتحرك، وكان شكلها مزعج جدا. وشها لما بيقول ما كانش بيخوفني، كانت شكله عادي جدا، زي بقول لك عروسة، حرفيا عروسة، مفيش فيها شخص متنكر ومعمول له مكياج ولا حاجة، لا هو عروسة بتتحرك بخيوط، ده اللي انا شفته. في حاجة تانية ضايقتني، علاقة ماجي وعلاقة دكتور رفعت اسماعيل. طبعا انت عارف لو قاري الرواية عارف ماجي تبقى ايه دكتور رفعت اسماعيل، وهو بيحبها قد ايه، والكلام اللي قاله عليها في اول حلقة، فانت اكيد عارف هو يعني بيحبها قد ايه، هو هفضل احبك لحد ما النجوم تطفي والبحار تجف والعوالم تنتهي، هفضل احبك، ويمكن لو كل ده خلص انا برضو هفضل قد ايه، بيوريك حب دكتور رفعت اسماعيل لماجي. في المسلسل بقى كان العلاقة جافة جدا، اي يعني نعم ماجي كانت موجودة في كل الحلقات، اللي بالمناسبة في الرواية معظم الحلقات دي او الكتب دي هي ما كانتش موجوده فيها ماجي اصلا، بس كانت موجوده في كل الحلقات، وده ما كانش مزعج بالنسبه لي، كان حلو، بس العلاقه كان فيها شويه فتور، كان فيها مش زي الكتب ما بتبين علاقه ناجي ورفعت اسماعيل مثلا ما بينهم، او العلاقه ما بينهم بقى 15 سنه ما شافهاش، ففي اول حلقه لما ظهرت ما شفناش الرياكشن اللي يثبت قد ايه رفعت اسماعيل يعني بيحبها جدا، للدرجه دي يشوف واحده بيحبها بقى 15 سنه لسه بيحبها، ما كانتش باينه قوي ان هو زي في الكتب. ده برضو شيء كمان ضايقني. الشيء التالت بقى او الرابع مش فاكر اللي مضايقني، اختلاف الاحداث. انت خدت اسماء الكتب حارس الكهف اتنداها لعنه فرعون، تمام، خدت الاسماء بس، اما انت غيرت جامد في القصه، وده ضايقني بشيء يعني شويه لما كنت قاري الكتب، بالذات حلقه النداهة، وهقول لك في فقره الحرق ليه حلقه النداهة اكتر حلقه مضايقاني شويه في الاحداث ان هي اتغيرت، ده مضايقني شويه. انت غيرت جامد قوي في الاحداث وموتت شخصيات ما كانش ينفع تموت، يعني في اي نعم دكتور احمد خالد توفيق في الكتب بتاعته في شخصيات كانت بتموت، بس شخصيه بتظهر في الفصل ده بس او في الكتاب ده بس، مش شخصيه موجوده في طول الاحداث، موجوده او بتقرب لرفعت اسماعيل ومعاه على طول، لا دول ما كانوش بيموتوا، ممكن يحصل لهم حاجه يتصابوا مش عارف ايه، اما يموت لا، انت موتت في المسلسل في البدايه كده، انت موتت على طول. المفروض احنا خلاص كده المسلسل بيوريك تحول رفعت اسماعيل من شخص غير مؤمن بما وراء الطبيعه لشخص مؤمن في اخر حلقه بما وراء الطبيعه، تمام، فانت احنا لسه في بدايته، وموتت كام شخصيه مهمه في حياه رفعت اسماعيل، لو احنا هنكمل مسلسلات او هنكمل مواسم هنعمل ايه؟
فده ضايقني شويه برضو. ما اعتقدش في حاجه تانية ضايقتني عشان مش عايز ابقى متحامل على المسلسل. انا حابب المسلسل جدا، المسلسل حلو. الحاجات اللي ما عجبتنيش ولسه الحاجات اللي عجبتني هقول لك عليها. اول حاجه طبعا اداء احمد امين، اداؤه عظيم جدا مفيش كلام. احمد امين بدع وكل الناس بتتفق على كده ان هو فعلا وراك دكتور رفعت اسماعيل اللي في الكتب. تمام، طريقته وهو بيتكلم مثلا انحناء ظهره، تدخينه للسجاير الشره جدا في تدخين السجاير، النكت اللي بيقولها على حد قاعد قدامه او حتى بيقولها على نفسه، كلامه مع نفسه، عدم ايمانه بما وراء الطبيعه وصلها لي جدا احمد امين، حتى زي في الروايه وصلها لي برضه في المسلسل. تمام، يمكن المكياج شويه ما كانش قد كده، وفي حلقه النداها المكياج اتمسح خالص، واقول لك في فقره الحرق في مشهد المكياج اختفى تماما وبقى احمد امين قدامنا مش دكتور رفعت اسماعيل، هقول لك ليه. ده برضو بس بمجملة احمد امين عمل دوره جميل جدا. تمام، بقيت فريق عمل زي اخته او اخو الكبير، دول ناس ظهور اول مرة بس كان ادوارهم حلوة، كانت ملفتة للانتباه. عجبني برضو ان احنا ما جبناش ممثلين كلهم مشاهير ونحطهم في مسلسل واحد، لا ادينا فرص لناس جديدة، انا عجبني جدا ده. مش لازم اشوف ممثل شفته كذا مرة فاشوفه في الدور ده يبقى انا حاسس ان هو مش هيطلع حلو. انا عجبني وجود ممثلين جداد جدا، ده كان شيء حلو. الموسيقى التصويرية رائعة جدا، رائعة بشكل مش طبيعي بالنسبة لي. الموسيقى التصويرية كانت قمة في الروعة. تمام، برضو السينماتوغرافي كانت رائعة جدا، مفيش فيها اي غلط، فيها ابداع في التصوير. تمام، فيها يعني لوح فنية ممكن تاخدها كده لو الناس بتحب تجمع سكرين شوتس لمشاهد زي دي، فيها مشاهد جدا كتير رائعة. تمام، دي بس الحاجات اللي عجبتني. مجمل بمسلسل حلو، انت بتشوف يعني روايات انت كنت بتقراها زمان بتتحول لعمل قدامك، وعمل نظيف. بدأت عمل اول عمل مصري لانتاج نتفليكس عملته بشكل حلو يا جدع، ده شيء كويس. يعني تعالى كده مثلا نشوف اعمال عربينا نتفليكس عملتها، مسلسل جن مسلسل كارثه ما يتشافش اساسا، مسلسل ما يعلم بالله ربنا. فان مسلسل ما وراء الطبيعه يطلع بالشكل ده، اي نعم فيه شويه حاجات زي ما قلت ما عجبتنيش، بس المجمل لمسلسل رائع، واتمنى انه يكمل موسم تاني وتالت. بس يعني نظبط شوية السي جي اي بصراحة، محتاج السي جي اي يظبط لان هو ده اساس، وفي مشاهد محتاجة سي جي اي. مجمل المسلسل كده زي الفل، مفيش اي اعتراض ولا في اي اختلاف في اي حاجة. المسلسل لحد دلوقتي كده يعتبر حلو زي ما قلت، دي الحاجات اللي عجبتني. والحاجات اللي ما عجبتنيش، فتقييم المسلسل 7.5 من 10. تمام، ده كده لو انت شفت المسلسل. ما شفتش المسلسل وقف هنا عشان في شوية حرق عايز اتكلم عليه. اول حاجة زي ما قلت حلقة النداهة ضايقتني جدا، لان حلقة النداهة اساسا ما كانتش رعب قوي على قد يعني في الاول في الكتاب ما كانتش فيها، كان في شوية رعب وكده ومش عارف ايه، بس بعد كده لما توصل للاخر هو ما فيش رعب، هو في دكتور، الدكتور الاقرع ده اللي هو بيعمل ماجستير في الاحلام. تمام، اللي في الاول اللي هو بقى طيب، هو اساسا في الرواية هو اللي عمل كل ده، كان متجوز واحدة. تمام، شبه واحدة كان بيحبها زمان، اللي هو دكتور من الدكاترة اللي هو انا خسارة في المجتمع، انا مفيش مني اتنين، انا افشخ دكتور في العالم والعالم مش شايف قيمتي، الدكاترة المجانين دول. تمام، وعمل موضوع النداهة هو ومراته. تمام، وفي الاخر ايه قتلوا بعض. تمام، المهم مش عايز حلقت لك خلاص مع المسلسل، غير الموضوع ده خالص وخلى الدكتور عادي وخلى النداهة فعلا عفريت. النداهة ما كانتش عفريت، النداهة زي ما قلت لك شخص عادي مفيش فيه عفريت ولا اي حاجة. ده شيء. الشيء التاني، انت موت اخوه ليه؟ اخوه في الرواية ما ماتش، اي نعم اخوه فعلا ندهنا دهيده في الكتاب وكده بس خف، لان هم كانوا بيحطوا لهم دواء كده او حاجه في الحقن اللي كانوا بياخدوها بتخليهم يهلوسوا. تمام، ما موتوا ليه؟ تمام، دي حاجه. في حلقه الجاسوس موت جوز اخته ليه؟ انك عشان تعمل القربان البشري ده، بس هو في الروايه برضو موجود، موتوا ليه؟ ده برضو ده ايه؟ انك موت شخصيه مهمه، وزي ما قلت لك احنا لسه في بدايه تطور شخصيه رفعت اسماعيل من شخص غير مؤمن بما وراء الطبيعة لشخص مؤمن بما وراء الطبيعة. ماشي، الحاجة كمان ضايقتني، الحاجة بقى اللي ضايقتني في فقرة الحرق دي، شخصية لوي أساسا مش موجودة في الكتاب. شخصية لوي دي ظهرت في الحلقة الثالثة من حلقة حارس الكهف. حارس الكهف ماجي ما كانتش موجودة، لوي ده ما كانش موجود، كان في دكتور أجنبي كده من الدكاترة اللي عايزين يكتشفوا، أو قصدي عالم آثار من عالم الآثار اللي هم الأجانب دول عايزين يكتشفوا حدث جامد جدا ويتنسب لهم ومش عارف إيه، فقال لك إحنا نروح نشوف حارس الكهف، وغصب دكتور رفعت إسماعيل إن هو يروح معاه، وكلهم ماتوا إلا دكتور رفعت إسماعيل وهو نجا. تمام، لوي ما كانش موجود، فانت بعد كده خليت شخصيه لوي هو لوسيفر. ايه اللي جاب لوسيفر هنا؟ ايه اللي جاب الشيطان هنا؟ يعني ايه رسمه الشيطان تحطه كده في الموضوع؟ مش عارف يعني، ما كانش موجوده في الكتاب خالص. انا عارف ومقتنع ان اي عمل
في كتاب لما بيتحول المسلسل بيتغير، ده طبيعي، بس انت غيرت جامد قوي، وانا بالذات شخص قارئ فكنت عايز اشوف اللي قريته، مش هقول لك بالتفصيل بس مش بالشكل ده. شخصية لوسيفر ما كانتش موجودة في الكتاب خالص، شخصية لوي ما كانتش موجودة، ف ده غريب شوية. أعتقد إن ممكن يجاوب لنا شوية على يعني في حاجات عايزين نفهمها تتجاوب لنا في الموسم التاني في بدايته كده، عشان نبدأ نبقى عارفين الدنيا ماشية إزاي. في زي ما قلت لك في شوية أسئلة مش مفهومة. ده شيء. الشيء الأخير بقى، الشيء الأخير اللي يعني ضايقني زي ما بقول لك، إن أنا في الحلقة الخامسة على قد ما هي كانت حلوة، بس في البداية حسيت إن أنا بتفرج على The Haunting of Hill House، فاهمني، أو Haunting of Billmore، فكرة البيوت اللي شخص بيبقى موجود، يعني بيحصل لك حادثة هناك وبعد كده الحادثة اللي حصلت لك دي بتأثر عليك طول حياتك، وممكن لو شفت عفريت تشوفه طول حياتك بره البيت أو جوه البيت. فجأة حسيت أنا بتفرج على مسلسلات The Haunting، يعني موضوع البيوت ده خانق جدا، اتخنقت منه أفلام ومسلسلات كتير، ده برضو شيء مش عاجبني. أتمنى يعني إن احنا ما نحطش فكرة البيوت دي كتير في بقية المسلسل. وطبعا انت ممكن تشوف مسلسل، يعني تشوفني وانا بتكلم عن مسلسل انا بنتقد وبهريه نقد، لا والله، بس في حاجات ضايقتني فانا بحب اقول اللي انا حاسه، مش عايز اجمل المسلسل ولا حاجة. انا مسلسل جميل، مسلسل كانتاج مصري، كبداية مشرفة، عمل عربي من التاج نتفليكس، حاجة مشرفة انه يطلع بالحلاوة دي، تمام، والتقييمات الحلوة لحد دلوقتي، وفعلا مسلسل حلو. بس في حاجات ضايقتني كنت عايز اقولها، لان زي ما بقول لك في اختلاف كتير جدا في الاحداث، تمام. وبرضه علاقه ماجد دكتور رفعت اسماعيل دي انا كنت عايز اشوفها اكتر، لان انا بحبها جدا في الكتب، فكنت عايز اشوفها في المسلسل بالشكل ده، لان احمد امين تمثيله حلو، تمام. وبرضه ماجد اختار ممثله مش سيء جدا، اي نعم في شويه حاجات فيها، يعني مثلا بتتكلم بالانجليزي، اي نعم الانجليزي بتاعها حلو قوي تحسها اجنبيه، بس بعد كده بتتكلم بالعربي بقيه الوقت بتحس ان دي فعلا شخص عربي مش شخص اجنبي، فتكسرت الكلام العربي شويه تبقى موجوده بعد كده شويه بتختفي، تمام. ده شيء شويه. برضو شيء اخير بقى، انا قلت اقول له لك في فقره الحرق، الشيء اللي هو احمد امين المكياج بتاعه في الحلقه بتاعت النداهه لما غطس وجاب الهيكل العظمي، لما طلع المكياج كان اتمسح تماما وشعره بقى اسود تاني وبقى احمد امين الشاب، ما بقاش دكتور رفعت اسماعيل، فتحس المشهد ده كان محتاج يتظبط شويه. حاجه كمان طبعا زي ما قلت لك انت تشوفني بهري مسلسل النقد، بس انا بقول رايي، المسلسل عظيم جميل جدا، اختيار القصة كله رائع، بس دي حاجات ضايقتني فقلتها، ما رايي الشخصي، مش عايز اجمل الموضوع واقعد امدح في مسلسل بس، تمام. مسلسل جميل جدا بس في شويه حاجات محتاجه تتظبط، بس كبدايه عظيمه جدا. فارجو ان الحلقه تكون عجبتكم، وارجو لو انت شفت الحلقه للاخر ما يكونش الكلام اللي قلته اول الحلقه ضايقك، انا بس نفسي القناه تكبر شويه، احس ان انا بعمله ده في ناس بتشوفه، بس مش هقول لك انا عايز فلوس كتير جدا، بس عايز انزل فيديو الاقي في ناس بتشوف، في ناس مهتمه باللي انا بقوله مش اكتر، اللي لما اقعد امنتج واعمل كده ما بقاش بعمل على الفاضي، هو بنزل الفيديو وما فيش حد بيتفرج، ده بس اللي نفسي يحصل. فارجو ان ما يكونش الكلام ضايقك، فده كان كل اللي عندي، ارجو ان الحلقه تكون عجبتك، لو الحلقه عجبتك يا ريت تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. كان معكم محمد ايهاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.